حبي يأذي هدي يخنق كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة في حبي كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة عملتلك البيض العيون اللي انت بتحبه يا حبيبي والله تلاقي مرتك نفسها ما تعرف تعمله زي امك يا فارس يلا يا ريما صحي جوزك بقى هو احنا جايين نقضي الاجازه كلها هنا نوم ولا ايه؟ مش ممكن فارس انت نازل ميه بهدومك Thank you.
رماس ومفتاح. بصي يا حبيبتي اسم الله عليك، اسندي كده، اسندي على زيزي. استغفر الله العظيم، استهدي بالله يا مشي، ريحت خليها ترتاح يا جماعه شويه. شش اسم الله عليك. رماس رماس انت كويسه؟ مفتاح يا زيزي على مين؟ اسم الله عليك يا اختي، نشفتي تقولي بابا وراكي ونبات انت ماجده. تعالي يا اختي تعالي تعالي اسندي ظهرك كده. اسم الله عليك. عزيزي يا حبيبي خليكي مع امك، ما تسيبهاش لوحدها دلوقتي، ربنا يصلح الحال. حاضر يا غالي. الله بس عليك يا ماما بقى كده. انا اقول لك خشي خدي حمام دافي تعملي في نفسك كده. بركه اللي لحقناكي. هو انا نمت؟ لا بس خدتي لي غوطس. ده الفطار والمره دي هتاكلي، يعني هتاكلي عشان انت بقالك كذا يوم ما بتاكليش وانا بجد خايفه عليكي. اشمعنى بيض عيوني؟ يوه ما انت طول عمرك بتحبيه كده، وزيزي هي الوحيده اللي بتعرف تطلعه زيك، عشان كده يا حبيبتي هي عملته لك بايديها النهارده. هو كمان كان بيحبه قوي. لا يا ماما والنبي يا ماما عشان خاطري، انتي طول عمرك جامده ما تعمليش كده والنبي. انا كنت جامده وقويه بيكو بس نصي اتكسر، روحي راحت مني يا حبيبتي. يعني هو الله يرحمه هيبقى مبسوط كده دلوقتي؟ انتي عايزه تعذبيه في تربته؟ تربته طول ما اللي عامل في اخوكي كده حر، أخوك هيتعذب صدقيني يا زيزي. بس أنا خلاص قربت أوصل له أوي. قربتي توصلي له إزاي يعني؟ فارس يا حبيبي جه وقال لي. بسم الله عليك يا مدام، قال لك إزاي بس؟ في الحلم. حلم؟ قولي كابوس. كابوس إيه؟ أنا عارفة هي بقالها كام يوم وهي كل شوية تصحى على كوابيس. عارفه كان مستخبي لك فين ده بس يا مدى. شفتي يا زيزي؟ هو جالي من يومين وقال لي قابليني عند الجبل في المقلب. مطرح ما اتولد ودلوقتي عايزه اروح لمراته، هي الوحيده اللي عارفه ايه اللي حصل، لازم اروح لها. طب انت عارفه مكانها يا ماما عشان تروحي لها؟ فارس قال لي على مكانها. الو مشير يا هانم، ازاي حضرتك؟ ازاي الحال؟ مش احسن ان شاء الله؟ رماس؟ لا ما عنديش اخبار، بس اطمني حضرتك حبايبي في القسم هيبلغوني لو جد جديد. اطمني حضرتك. في رعايه الله. في رعايه الله يا ستي، في رعايه الله. عايزه ايه بدري كده؟ هو ده اللي ربنا قدرك عليه بقى يا وليه؟ الناس تيجي من اخر الدنيا عشان تعزي، وانا أنا اللي لحم كتافي من خيرها، مراتي ما تجيش. خد الباب في إيدك. ألا ما في جناية ولا حتى عبد غير واحد يوحد الله. انا مش فاهمه ايه العيشه اللي انتوا عايشينها دي. امهاتكم التي اطعمناكم
انا سبتها نايمه، بس بليز برضو طلعي طمني عليها. لا ابوس ايدك ما تسيبنيش لوحدي، اديكي شايفه من شويه كانت هتعمل ايه. ما انا عشان كده بقول لك اطلعي طمني عليها، وبعدين كويس ان خاله موجود. يا حسره. طب لما تسال عليكي اقول لها روحتي فين؟ انا رايحه المطار اجيب شنطتي، اتاخرت قوي امبارح وما كانش ينفع استنى. واديكي شايفه. اه صحيح. طب ما قلتليش ليه؟ كنت جبت لك هدمه من هدوم المدام. على مو انا مش هتاخر. باي. طب ما تعوقيش. الو اي خليلة، في أنهي مستشفى؟ والله كويسه يا مامتي. ماله صوتي بس يا حبيبتي؟ ما انا زي الفل اهو. فارس كويس الحمد لله. كل سنه وانت طيبه. ماشي يا حبيبتي اوكي. ماما بصي لي بابا قولي له كل سنه وهو طيب. مع السلامه. اتفضلي يا ماما. امال فارس فين يا حبيبتي؟ في الحمام بياخد دش. سلمتي لي عليها؟ برافو عليك يا ريما، الست العقلة الشاطرة ما تقولش اسرار بيتها لاهلها. امال الله يرحمها زمان كانت بتقولي مثل حلو قوي، كانت دايما تقول لي جوزك يحبك عفية وجارتك تحبك سخية وأهلك يحبك يعني. هتكسبي إيه لما تقلقي أهلك عليكي؟ وصدقيني يا بنتي كل المشاكل في الآخر بتتحل، وأنا بقى عشان أحلها لك هعملك حتة مفاجأة تحفة. أنا عارفة إن ابني ملوش لا في الأحمر ولا الأخضر ولا المكياج ولا الحركات دي، بس إيه رأيك؟ نفس الدرجة. عايزة أشوفه بقى على البق والشفايف المقلبزين الحلوين دول. أحط لك أنا يا ستي. وريني. وجلوزي. إيه ده والنبي؟ إيه الحلاوة دي؟ عارفة يا ريما؟ حماك الله يرحمه. لو كنا مقطعين بعض ومتخانقين كان عنده ليلة العيد دي مقدسة. ما كانش يفوتها ابدا. كنا برضه بنقطع بعض. ايوه كده اضحكي. الرجاله دي عقلها صغير. بيحتاجوا حاجه واحده بس. ابتسامه تنسيهم همومهم ومشاكلهم. والله يا حبيبتي. امسكي. انا هسيب لك النهارده الدور ده كله تحت امرك. وهنزل تحت. وهقول وفاء ما تعتبش برجلها هنا. خلاص؟ واعتبر النهارده ليله العيد. ما جاتش من يوم. ها انا ما قلتلكيش حاجه. سامعه؟
الحالة دي دخلت ليلة العيد حوالي الفجر، كانت بتعاني من نزيف حاد واحنا نقلنا لها دم كتير جدا، لكن الحمد لله النزيف ما أثرش على الجنين. طب و هي دخلت المستشفى ازاي يا دكتور؟ سواق نقل لقاها مرمية على الطريق راح نقلها على عينها على طول، واحنا طبعا ما قدرناش نعرف هي مين إلا بعد ما فات. عموما هي حالتها الصحية بتستقر، لكن حالتها النفسية صعبة جدا، واضح من الكلمات والجروح انها اتعرضت للضرب وهو ده اللي سبب لها النزيف. اتفضل. تعالى يا ابني. اقف هنا. تحت امرك يا ابني. مفيش حد يدخل هنا. حاضر. هي نايمة ولا ايه؟ لا لكن واخدة مهدئ. طب معلش يا دكتور، ممكن بعد اذنك يعني استنى 5 دقايق؟ بس مش اكتر من كده، لان حالتها ما تسمحش. مفهوم طبعا. متشكر. سوري حبيبتي تأخرت عليكي. نيفر مايند. المهم انتي عاملة ايه وماما؟ اول از جود الحمد لله. الحمد لله. على فكرة انا كان ممكن اجيب لك الحاجة لغاية عندك. مش مشكلة. سوري اي هاف تو تيك ذس. الو. ايوه وفاء. في حاجة ولا ايه؟ نسيت راحت فين؟ أول ما وصلت دخلت الحمام فارس فتح لهم. فتح لهم؟ هما كانوا أكتر من واحد؟ يا بس هي احنا قلبين الدنيا عليها من امبارح ومحدش دلنا وجينا هنا، عايزة بس أشوفها أطمن عليها أشوف حصل لها إيه جرالها إيه. طيب ما هو دلوقتي في حد اتعدى عليكي، ازاي ما شفتهوش؟ سامحوني اقسم بشي ضربني على ظهري فارس فتح باب مش فاكر مش فاكرة. طيب طيب اهدي. طب انت مثلا ما حاولتيش تدافع عن نفسك؟ يعني ما التفتيش وشفتي مين اللي ضربك؟ طيب طب انت جيتي هنا ازاي؟ دلوقتي السواق اللي جابك على هنا قال انك كنت مغمى عليك على الطريق، هل في حد نقلك ولا انت مشيتي السكه كلها لوحدك؟ طب دلوقتي فارس لما فتح الباب ما سمعتش اي صوت غريب؟ ما اعرفش. خبطه ضربه؟ ما اعرفش. طب صوت الشخص اللي فتح له فارس سمعتيه؟ لو سمحت يا دكتور، بنتي عامله ايه؟ الحمد لله والجنين بخير اطمئنوا. طب لازم نشوف بنتنا. هي واخده مهدئ دلوقتي والزياره ممنوعه عنها بكل الاحوال. يعني ايه الزياره ممنوعه؟ انت ايه مش هيتعمى والزياره انت ايه مالك نشوف بنتي؟ انا اسف يا جماعه بس ده لمصلحتي. يعني ايه؟ انا لازم امشي اشوف بنتي دلوقتي. اتفضلوا بعد اذنكم لو سمحتوا. بس مفيش حاجه. لا يا عم مفيش حاجه. لا 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 مفيش حاجه. انتي بخير يا حبيبتي.
العيل بخير؟ مين اللي عمل في بكرة؟ مين اللي عمل في فارس كده؟ حد نعرفه؟ حد من صحاب فارس؟ كلميني، بص ايدك يا بنتي، بص ايدك، مين اللي عمل في ابني كده؟ فارس جالي، جالي وقال لي ان انت اللي عارفه. الرسالة، الرسالة كان فيها ايه؟ يا بنتي قولي رماس، مين اللي عمل في ابني كده؟ انطقي، ريحي يا بنتي، بص ايدك، ريحي يا بنتي. السلام عليكم يا بنت. دكتور، فين؟ دكتور، حضرتك ايه اللي جابك هنا؟ انا ما عملتلهاش حاجه، والله ما عملتلها حاجه. ايه دي يا بنتي؟ ايه؟ المشكله المفروض دلوقتي يبقى لها تصرف تاني، بس انا بحاول ارعى الظروف اللي انت بتمر بيها، فلو سمحت اتفضلي دلوقتي. بعد اذنكم لو سمحتم، لو سمحتم. يلا بيتك، بيتك من هنا. يلا لا شوف الواد يا ولا، قوم يا واد، قوم يا واد من هنا، قوم يلا. لا فادي ما تسمع الكلام بقى، اوعى، تعالى هنا، انزل، يلا انزل، امشي تهيا وانت ملزق زي امك. ها بيرن؟ الو، اي ماما، ايه اللي خرجك تاني يا ماما لوحدك؟ احنا مش اتفقنا مفيش خروج لوحدك تاني؟ صاحبتك مين؟ طب انتي قادره تسوقي ولا تحبي اخدك؟ خلاص يا ماما زي ما تحبي، بس لو سمحتي يا ريتي بتردي على التليفون. باي. صاحبتها مين دي؟ انتي بتساليني انا؟ ده المفروض انا اللي اسالك. هي المدام فاضيه ولا فيها دماغ للصحاب؟ مفيش حاجه اتغيرت من يوم ما سافرتي الا المشاغل زادت والمشاكل تقلت. تحب افرغ معاكي؟ لا سيبيلي الحاجه وروحي انت اعملي الغدا. على رايك الا دول ياكلوني. امنت بالله. مشيرة لقيته اللي عمل كده في ابني؟ هو اتقتل هنا صح؟ ايوه. انا عايزة ادخل. ما انصحكيش ان انت تدخلي دلوقتي. هو كان في حد معاهم ولا جم لوحدهم؟ فاكره ان هما كانوا لوحده. طب كان في حد متعود يزورهم هنا في الشاليه؟ مافتكرش. طب حد يعرف العنوان هنا غيرك؟ كل الناس تعرف العنوان. كل الناس؟ يعني انا وفاء وزيزي وخليل وامجد كانوا ساعات في المصنع بيحتاجوا ان انا امضي على اوراق مستعجله. كان خليل بيجيبها لي هنا، هو بيبعت لي اي موظف بيها. طيب تقدر حضرتك تخرجي لو حبيتي؟
العفو. طبعا واضح ان الخناقه ابتدت هنا. وبعد كده القاتل دخل الحمام ورجع تاني هنا عشان يكمل خناقه مع القتيل، وده طبعا واضح من التكسير اللي حوالينا. كان في سجاده محطوطه هنا، القاتل لف القتيل فيها وجرجره لغايه بره، وده واضح طبعا من خطافي الدم. الظريف بقى في الموضوع ان احنا معانا اداه الجريمه. الدكتور قال لي ان التقرير المبدئي تقريبا هيخلص بكره، بس التقرير النهائي بقى ربنا يسهل عليه. بس الغريب بقى في الموضوع، هي الزباله بتجيب ده كله؟ قول لي مفيش حد سمع حاجه شاف حاجه بره؟ لا يا باشا، ولا كانها مدينه اشباح. اشباح ايه بس يا عم محمد؟ امال الشاليهات والعربيات اللي بره دي ايه؟ يا باشا الفيلا بسم الله ما شاء الله لو اتقتل فيها 10 محدش هيحس. بعدين الجريمه حصلت في نص الليل، يعني اكيد كل الناس كانت نايمه. بعدين اصلا الناس جت في العيد، يعني امبارح مش ليله وقوع الجريمه. انا شفت حارس شاليه جنبنا ما سمعش اي حاجه. اه قفلتها انت كده خلاص بقى. طيب انا عايزك تقلب الدنيا وتجيب لي موبايلات فارس ورماس، وتكلم لنا الناس بتوعنا في الاتصالات عشان عايز اعرف سجل المكالمات. الكلام ده كله عايزه النهارده. اعتبره حصل يا باشا. تمام. انا بصراحه صعبان عليا الست دي قوي. يا سلام على حنيه قلبك. ايه يا عم محمد؟ اللي يصعب عليك ايه؟ يفقرك يا باشا. لا يا باشا، اللي يصعب عليك يقرفك. يلا. انا عايزاك تنقي بنفسك العجول السنه دي، كفايه اللي حصل السنه اللي فاتت. اتفقنا على حاجه واللي جالنا حاجه تانية خالص يا خليل. بقول لك عايزه الناس تاكل لحمه مش تمصمص في العظم. انا بالعرض انا كل انت علمتي بيك دينا. ماشي ماشي يا خليل، كل سنه وانت طيب. يلا مع السلامه. بتاعتي لا تطب بتاعي وانت يا اللي خليكي تبصي على مسجاتي، بتتجسسي عليا ريماس. انا ما بتجسسش على حد، وبعدين اللي خايف على اسرار قوي كده ما يسيبش اللابتوب بتاعه مفتوح. ايه اللي حصل تاني يا ابن غز الشيطان ده؟ احنا داخلين على عيد. ما دي الزفت اهو، وريني بقى هتعرفي تتجسسي عليا ازاي تاني. تاني؟ هو بعد القرف ده ممكن يحصل ايه تاني اصلا؟ انت قريتي ايه يا بنتي؟ اساليه ولا اقول لك؟ خليه يفتح لك الرساله احسن، شوف اللي اسمها دينا دي بتقول له ايه. اختي بقول لك مالكيش دعوه. ايه غز الشيطان؟ معلش يا حبيبتي كبري عقلك، ما انت عارفه البنات وعمايلها، اكيد واحده من اللي بيجروا وراه. مش في الاخر يا حبيبتي برجع لك انت؟ يا ماما حضرتك مش فاهمة حاجة، الموضوع أكبر من كده بكتير، الموضوع أكبر. بقول لك اسكتي، اوعي تفتحي بقك، اوعي لو فتحتي بقك أنا هقولك. نزل إيدك، أنا مش مالي عينك ولا إيه؟ لا بقى فهموني، إيه اللي مكتوب في البتاع ده؟ وريني يا ولد، هات وريني. سيبي البتاع ده. يا نهار أسود، تعالي هنا. الواد ده خايف من إيه؟ انطقي، خايف من ايه؟ ما انا قلت لك ما تعمليش كده. لا اسمعيني، بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ اسمعي اللي انا بقوله لك. انا قلت لك قبل كده ما تبعتيليش حاجه على الفيس. بقول لك ايه؟ ما تطلعوا العين السخنه. اهو بالمره تقضوا اجازه العيد هناك. اجازه ايه بس؟ ابني وانا عارفاه لو عليه يقضي حياته كلها اجازات. ماما حضرتك مش عارفه عليه كده. عارفه. عارفه يا حبيبه قلبي والله. عارفه ان في حاجات كتيره قوي انت عارفاها ومش راضيه تقوليها لي. مش عايزه اعرفها يا رماس. زي مش عايزه اعرف الرساله بالظبط كان مكتوب فيها ايه. اللي اعرفه حاجه واحده بس. إن الواطية اللي عملت كده زمانها دلوقتي بتاخد دش ساقع. أنا شفته من الشباك وهو بيكلمها والله. رماس حياتي عندك. قومي حضري الشنط وروحي على العين السخنة. خلي بالك من بيتك وجوزك. حياتي عندك. ها؟
كتر خيرك. معلش انا تعبتك معايا. طب انت هتعرف ترجع تاني ولا هتتوب؟ اوصف لك المكان ولا بعت معاك حد؟ انت كنت فين كل ده؟ مالك يا مدام؟ وفين عربيتك؟ وين الراجل ده؟ مدام عملت حادثه على طريق السخنه وانا وصلتها. تمر بيها حاجه مدام؟ لا كتر خيرك. مع السلامه. ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه يا وفاء، انا كويسه اهو. انت ما كنتيش عند صاحبتك زي ما قلتي لي؟ انا رحت عند رماس. هما لقيوها؟ وانت ازاي تروحي مشوار زي ده لوحدك؟ اه اللي حصل بقى. ميت نوبه نقول سفر الست من غير محرم غلط، اكبر غلط. وتيجي ارجع لنا نص الليل. ازاي الحال بقى لو كانت اتحرش بيكي؟ يلا ده وقته. ايه يا رشا؟ على مهلك يا حبيبتي. على مهلك. حق يا زيزي، انقذتيها من لسان خالك. تحبي طيب نروح مستشفى نطمن عليكي؟ لا 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 لا. أنا كويسة يا حبيبتي الحمد لله. أنا أصلي كنت رابطة الحزام. هو بس الدركسيون خبط في صدري فوجعني شويه. ولا يهمك، هدهنه لك هوموكلار هيبقى زي الفل. انا هدهنه. انا اصلي تعبانه قوي عايزه انام. طب انت كلتي حاجه يا ماما؟ اه كلت الحمد لله. طب انا بقى مش مصدقاكي، احلفي. قلت لك كلتي يا وفاء. يلا تصبحي على خير. وانت من اهله ماما. يا ريت لما تصحي بكره بس نقعد نتكلم مع بعض شويه انا وانت. انا بجد قلقانه عليكي قوي. اه طبعا يا حبيبتي ان شاء الله. لا عايزه حاجه نضايق عليا. حاضر. حكايتنا تقريبا محسومه.
دي عيون ناس بتودع بعض، دي قلوب ناس مهزومة، بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة. دي عيون ناس بتودع بعض، دي قلوب ناس مهزومة، زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة، النهايات متعادة. Thank you.